قد تنتهي الكثير من العلاقات بين ليلة وضحاها، والأسباب لا حصر لها، بداية من الخلافات الزوجية وصولاً إلى استخدام أحد الطرفين العنف للتخلص من الآخر، ويبقى وحدهم الأبناء هم ضحية هذا العناد والعنف بين الأبوين، إذ يبدأ كل منهما يكيد الآخر على طريقته الخاصة، بل يصل الأمر إلى حد انتقام الأزواج من بعضهم البعض من خلال منع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، وهو ما يشكل أزمة حقيقية يدفع ثمنها الصغار في النهاية. ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد أطفال الشقاق وصل في عام 2018 إلى نحو 15 مليون طفل تقريباً، مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى حل أغلبها، كما أن هناك 7 ملايين طفل منهم لا يرون أبائهم، وإذا تم هذا يكون تحت حراسة الشرطة. وتنص المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية على أن يتم تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، ولا ينفذ حكم الرؤية بالإجبار بأي حال من الأحوال. كما تنص المادة 4 أيضاً من قرار وزير العدل رقم 1087 أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن والطرف الآخر على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة حق اختيار الأماكن الخاصة بالرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها. غير أن الكثير من الآباء رفضوا بعض البنود في قانون الرؤية، مطالبين بإلغائها واستبدالها بما يسمى الاستضافة، حتى يتمكن الأب من الاختلاط بأطفاله يومين في الأسبوع بدلاً من رؤيتهم فقط 3 ساعات إذا تم التنفيذ. ويبقى السؤال في النهاية، متى يمكن أن تتوفر للطفل حياة آمنة في كنف أسرة تقدر وجوده في هذه الحياة؟